كلافيكر. عظمة كلافيكر هو سلندر لونج بون يكون بالشولدر جريدر. الشولدر نجي الاند مالته، الاند مالته الميديال اند تكون راوندد، هذه ترتبط مع المانيبيريوم اوف ذا ستيرنم بالكوستو كلافيكولار جوينت. هنا باللاترال اند مالته تكون فلات، ترتبط بالاكروميان بروسيس اوف ذا سكابولا حتى تسوي الكروميو كلافيكولار جوينت. الاسطح مالته السوبيرير يكون سموث، هذا السوبيرر. الانفيرر يكون راف، الراف لان عده تراكيب. لو اجينا للميديال اند، الميديال اند هنا امبريشن، هذا الامبريشن امبريشن اوف ذا كوستو كلافيكولار جوينتس، هذا الامبريشن. هنا باللاترال اسبكت هم اكو امبريشن، هذا امبريشن اوف ذا اكروميو كلافيكولار جوينتس، اكروميو كلافيكولار جوينت. بالميد هنا بالميد ثيرد هنا يكون جروف، هذا الجروف يسمونه سبكليفيان جروف اللي ترتبط عضلة السبكليفيس مصر هنا ترتبط. لاترال تو ذا سبكليفيان جروف هنا يكون تيوبركل، هذا التيوبركل يسمونه كونويد تيوبركل او بروسيس، هذا كونويد. لاترال تو ات هذا اللاين، هذا اللاين يسمونه ترابيزويد لاين، ترابيزويد لاين. لو اجينا الاناتوميكال بوزيشن، الاناتوميكال بوزيشن الراوندد اند تكون ميديالي والفلات تكون لاترالي. الكلافيكر يتقسم الى ثلاث اجزاء، التو ثيرد الميديال تو ثيرد يكون لازم كونفكس الى الامام، اما اللاترال يكون كونكيف. فاذا اخذنا هنا هذا الميديال وهذا اللاترال وهذا التو ثيرد يكون كونفكس للامام، فهذا هو الاناتوميكال بوزيشن هذا على الليفت سايد.